إخواني أخواتي الأعزاء، مرحبا بكم. قبل أن أبدأ في موضوع اليوم، أود أن أقول لكم يعني شهر مبارك سعيد ورمضان كريم، أتمنى أن يدخل عليكم بالصحة والعافية، وكذلك كما نقول نحن المغاربة بالعامية أعواشركم مبروكة. فيعني بخصوص موضوعي اليوم، سبق لي منذ يومين أن وضعت لكم يعني موضوع تحدثت فيه عن السبب الذي وضعت فيه أنثيين مع ذكر واحد. فيعني تقريبا البارحة يعني وجدت بأن الذكر يقوم بضرب الأنثى القديمة التي سبق وأن كانت معه منذ مدة، يعني ويقوم بمهاجمتها، وكأنه يريد أن يعني يخبرني على أنه لا يرغب في تلك الأنثى، أي أنه يعني يعني لا تعجبه ولا يرغب في التزوج معها، لهذا كان يقوم بمهاجمتها ونقرها يعني والنقر يعني بالنقر على رأسها وهكذا، يعني رغبة منه بأن يوضح لي على أنه لا يرغب فيها. أجل إخواني أخواتي، صدقوا أو لا تصدقوا، فيعني الطيور لهم لغتهم الخاصة، والمربي المحترف يفهم ما تريد ما أو ما تريده الطيور. فيعني عندما يعني وجدته يعاملها بتلك الطريقة، يعني قمت بعزلها. عندما قمت بعزلها مرت فقط، صدقوني إخواني أخواتي، دقيقتين فقط، قام بتلقيح الأنثى الجديدة التي تشاهدونها والتي قمت بشرائها قبل يعني تقريبا 5 أيام، وقد أخبرتكم بذلك. فيعني وجدت أن الذكر يقوم بتلقيح الأنثى 5 مرات إلى 6 مرات إلى 7 مرات يعني في الليلة يعني البارحة. فيعني تأكدت يعني 100% على أنه لم يكن يرغب في تلك الأنثى، يعني أو ربما وجدها أنها غير جاهزة، لهذا يعني وجدته وبالدليل على أنه يرغب في الأنثى الجديدة. هذه هي الأنثى القديمة التي تشاهدونها، يعني المسكينة لا يرغب فيها. لماذا؟ لأنها ليست مستعدة للتزاوج، وقد يعني وضحت لكم في فيديوهات سابقة يعني عن الطريقة التي يمكن التأكد منها يعني إن كانت الأنثى يعني ترغب في التزاوج أو لا. كما تشاهدون إخوانا أخواتي، قمت بعزلها بعدما تأكدت بأن الذكر لا يرغب فيها، وأيضا هي غير مستعدة للتزاوج. إذن هذه الطريقة كانت يعني مثالية 100%. كما تشاهدون هذا يعني زوجي الكناري فقد وضعت الأنثى يعني العش، والحمد لله، فهي أنثى بكرية، والحمد لله كما تشاهدون قد وضعت لنا العش، والحمد لله يعني الخيوط في مكانها وكل شيء على ما يرام، وهذا بفضل الله وبفضل يعني التجارب التي خضناها يعني سابقا. لهذا كلما أضع لكم فيديو إلا وأنني يعني أضعه عن يعني عن تجربة. فيعني كما تشاهدون هذين الزوجين كذلك الأنثى يعني سبق لي وأن وضعت لي البيوض، لكن يعني الفراخ لم تعيش طويلا وقد ماتت، وكذلك يعني هي تستعد حاليا لكي تقوم بالتزاوج. فالحمد لله كما تشاهدون يعني الطيور بشكل عام تستعد لي يعني الإنتاج، والحمد لله على ذلك. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.